الراديو 90-90 هواها مصر. هواها مصري على الراديو 90-90. لسه احمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا وضيافتنا منورنا في الاستوديو استاذ ابراهيم صابر رئيس حي مصر الجديده. اتكلمنا على بعض الملفات اللي اشتغل عليها منذ توليه بقى المنصب في حي مصر الجديده سواء في احياء التراث واعاده تطويره مره ثانيه. اتكلمنا على موضوع الميرلاند وان شاء الله هيخلص على شهر 9 وصولا لغرناطه وصولا لحدائق روكسي الموجوده واعاده التطوير. اهم ما قاله استاذ ابراهيم صابر الصراحه في قبل ما نروح لاذان العصر هو المشاركة المجتمعية اللي عاملها من خلال المجتمع المدني او من خلال بعض المحال التجارية من خلال بعض الشركات اللي بتتعاون معاه. اعتقد في تعاون كمان مع اعضاء مجلس النواب. اه طبعا انت فهمت. مستيبهم برضو انت لامن كل الناس حواليك. لا اصلا خد بال سيادتك هو المجلس النواب مع الحي مع المحافظة هي المنظومة واحدة طبعا والهدف من كل ده هو خدمة الناس وحل مشاكلهم وتطبيق القانون. يعني كل الأجهزة دي معمولة عشان القانون يتطبق وعشان نخدم الناس وبيتعاونوا معاك فعلا وفعلا يعني في تعاون تام وفي لقاءات يومية بالتليفونات أو بيهم بالسادة أعضاء مجلس. هل هو بيرحل لحضرتك مشكلة مثلا منطقة عنده أو فتح حاجة تحل عليها ولا العكس اللي بيحصل؟ عدينا بقى الفترة دي عديناها خلاص حلو بقى معانا تحل مشاكل بس دكتور كريم يبقى معانا ومدحت بيه الشريف كان منورنا هنا في الاستوديو صراحه واشاد في حضرتك لازم يبقى عدينا مرحله بقى انه كل جهه تشتغل لوحدها لازم احنا كلنا راكبين مركب واحده طبعا لازم الفكر ده يعمل حاجه يا فندم يعني كلنا لازم يعني شغالين كلنا في اتجاه معين عايزين نعمل نعيد مثلا الانضباط للحي عايزين نرجع الحي زي ما كان عايزين نحيي التراث القديم فلو كل واحد اشتغل في اتجاه عايزين نركن العربيات من اكبر مشاكل مصر الجديده مثلا عملت فيها ايه نحل مشكله المرور انا عارف ان في جراج هيتعمل فيه حاجه في جراج سيادتك وسياده المحافظ المهندس عاطف عبد الحميد كان فيه الاسبوع اللي فات وبتابعه ده بيتعمل فين ده فندم ما هو الناس بقى يعني دي حاجات من ضمن الحاجات الناس لازم تعرفها في انجازات الدوله بتعملها والحي بيعملها والدنيا كلها بتعمل بس الضوء مش مسلط عليه ده ما احنا حضرتك منور النهارده عشان كده تخيل سيادتك انه هذا الجراج 1700 سياره سعه 1700 سياره واول جراج ذكي في الشرق الاوسط بمعنى ذكي في لو حد بتقولني مثلا براه بعد الاماكن الفاضيه كله بالكمبيوتر السياره هتيجي تتاخد على المكان الفاضي بالكمبيوتر اما هيطلبها هترجع له المكان اللي في خلال ثواني ده تم العمل فيه بالفعل ده تم العمل وخلاص على وشك انه يخلص ده فين حضرتك ده هيتعمل فين في روكسي في منطقه خلف جراج غرناطه تمام خلف جراج غرناطه كان في موقف في هذا المكان كان موقف تربيس فعلا هناك ايام السيد المحافظ السابق دكتور جلال سعيد وتم اخلاء هذا المكان واتعمل جراج ويعني حاجه ضخمه جدا وان شاء الله قريبا هيتم الانتهاء من المرحله الاولى ليتسع 1700 سياره والناس مش حاسه بيه لانه كله تحت الارض طبعا أربع فمش شايفينه اربع ادوار تحت الارض وسياده المحافظ ده توجيه اننا نشتغل من دلوقتي بقى على المنطقه المحيطه بالجراج ده يخدم كم منطقه تقريبا ده هيخدم مناطق كبير منطقه روكسي ومصر الجديده بالكامل انجاز يعني لو انا فاهم كده منطقه كوربه ودمشق زي تحرير كده هنمنع الركنه بقى في شوارع معينه الناس لازم يبقى مؤهله من دلوقتي ودخل العربيات في الجراج بحيث الناس تعرف تمشي والشوارع تبقى تعريفه بتاعته تبقى اخبارها ايه لا ان شاء الله هيراعى فيها ان هي تخدم عشان ممكن يا بيتي قريب هناك اركن وانزل الصبح اخد العربيه يا فندم هتبقى مش كتير اصل محافظ القاهره انا عارف يعني في التعريفه بيزود قوي جربته في مرمكه في جراج التحرير بس نزلها صراحه يعني نزلت شويه تمام طيب هنكمل في موضوع الركن من ضمن المشاكل اللي حضرتك بتعدي بيها برضو الركن العشوائي اللي بيتم الحديد اللي بيتحط قدام العمايل ده بنشيله يعني اي حديد واشغالات وحاجات من دي كل ده بيبقى بتاع مسؤولين ساعات لا تشيله ازاي بس يا فندم ده قانون وبيطبق على الجميع بس المسؤول عمره ما يعمل غلط واخد بال حضرتك ما فيش حد بيعمل غلط لكن اي اشغالات او تعديات موجوده في بنشيلها فقط بتنزل شيلها من ضمن الحملات يا فندم عندك منطقه برضو صعبه جدا هي منطقه هارون الرشيد ومنطقه كوربا ومنطقه في مناطق كده متكدسه فيها مشاكل كتير واغلبيتها مناطق تجاريه بتعامل معاها ازاي هي مصر الجديده يا فندم بقت زحمه مشكلة مصر الجديدة بقت زحمة فيها كميات أعداد كبيرة من البنوك والشركات والمكاتب والحاجات دي كلها
وكمان الارتفاعات يعني زادت شويه، كانت زادت شويه ودلوقتي قال خلاص ما بنديش ارتفاعات كتيره. اكبر ارتفاع دلوقتي عشان اللي بيسمعنا وعايز يبني ست ادوار، ست ادوار مفيش يعني ال 11 دور والحاجات دي خلاص خلص الموضوع ده، كل ده خلص. وحتى في حتى لو الشارع يسمح وحتى لو عرض الشارع يسمح دلوقتي بقى في حاجه اسمها تنسيق حضاري، والجهاز القومي للتنسيق الحضاري محدد الارتفاعات في اماكن معينه في مصر الجديده عشان نقدر نحافظ عليها. تمام. يعني سيادتك لو بقت كلها 11 دور خلاص الهويه بتاعت مصر الجديده هتروح. لكن تخيل حضرتك ان في حوالي 780 عقار متميز في مصر الجديده، طراز معماري متميز كلها حاجات قديمه طب. ومسؤولين قدام وصراحه متحافظ عليها لحد دلوقتي باينه. طبعا فنانين قدام طبعا. يعني تخيل في احد الحملات واحنا في الحمله اكتشفنا ان في فيلا بتاعت الفنانه المشهوره ماري منيب. واخد بال حضرتك؟ كان عندها فيلا في شبرا كمان. كانت غنيه ماري منيب ما شاء الله. الفيلا بتهدوها وتاخدوا رخص هدم ليها لو هي طراز معماري ما بتتهدش. يعني لو الفيلا طراز معماري متميز دي لكن لو بيت قديم حاجات من دي ممكن في لجان معينه وما يكونش طراز معماري وحاجات من دي ممكن تدي رخصه هدم وتبني تاني مباني، بس خلاص بقى اقصى حاجه ست ادوار افندم. ما بقتش خلاص ما بقاش في الارتفاعات العاليه. اشتغلت على المحلات التجاريه اللي في منطقه هارون رشيد ازاي وفي ميدان الجامع والحته اشتغلت عليها ازاي؟ اولا في قرار دلوقتي من سياده المحافظ، ويا ريت الناس برضو من خلال برنامج سيادتك احمد بيه انه الناس تستجيب. في قرار من سياده المحافظ بيقول انه كل المحلات تحط صناديق قدام تمام صناديق القمامة. ماشي. معظم الناس ملتزمه ومش ملتزم بنلزمه. بعض الناس اشتكت وقالت لي ما انا بدفع كده كده القمامه على الكهرباء احط كمان صندوق ليه؟ ده ليه هو تمام. استجابت الناس استجابت يعني معايا المشكله دي من بدايتها. القرار الثاني انه كل الناس تركب كاميرات مراقبه. كل المحلات المرخصه قرار حضرتك يعني لو ما ركبش يحصل حاجه يا فندم هيبقى في بقى عقوبه بعد كده. احنا دلوقتي بنتكلم مع الناس عقوبه نتيجه لائحه داخل الحي او المحافظه ولا تشريع من المجلس النواب؟ يا فندم هيتعمل. لكن في قرار صدر من سياده المحافظ المهندس عطف عبد الحميد انه كل المحلات تركب كاميرات. حتى المدارس المستشفيات الجامعات البنوك كله ده حاجه امنيه طبعا واعتبار امني ودي حاجه مهمه جدا. فمن خلال برنامج سيادتك بنوجه رساله ان كل الناس تلتزم في موضوع الكاميرات، دي حاجه مهمه جدا. هل الحقيقه هو المحافظه بدات تشتغل مع الناس وقالت لهم الكلام ده؟ نبعت الناس وسياده المحافظ بيعمل اجتماع اسبوعي لمتابعه تنفيذ القرار وبدانا نتكلم مع الناس ونديهم صور من القرار وبدات الناس فعلا تستجيب. تمام. قبل ما اروح لمنطقه مهمه جدا وهي منطقه الحملات، خليني جوه الحي شويه لان عشان اتكلم على الحملات ونجاح لازم اطمن ان الحي بموظفينه وبمهندسينه وبكله الموضوع تمام. تمام. حاجه عارف انا بقصد ايه طبعا. اكمل ولا حاجه اللي تكمل؟ لا يعني طبعا كتير بنتكلم عن فساد المحليات، انا ما بحبش التعميم، يعني دايما بقول ايه ممكن فرد او اتنين في كل حي بيعمل مشكله. اي فندم. استاذ ابراهيم لما جه حي مصر الجديده شاف ايه وحط عينيه على مين وظبط الدنيا ازاي؟ اولا من غير خوض في اسامي بس يعني تظبيط الموضوع أولاً ازاي؟ اولا حي مصر الجديده من الاحياء المحترمه جدا. انا مش بشكر في الحي عشان موظفين وناس يعني فيهم يعني رقي وبيعرفوا ازاي يتعاملوا مع المواطنين. وحتى الحي موجود فيه مكتب السيد نائب المحافظ اللي هو احمد تيمور. طبعا موجود في نفس المبنى وان كان ده راجل في الشارع على طول. يعني بشوف حملات في الشارع على طول من الظبط والربط. في اجهزه رقابيه كتير بتتابع الرقابه الاداريه ونيابه الاموال العامه والنيابه الاداريه ده دلوقتي حضرتك ولا ده موجود من بدري؟ ده موجود من زمان بس دلوقتي اتفعل اكتر. في اجهزه رقابيه كتير بتتابع. في الحي مركز تكنولوجي لخدمه مواطنين. والمركز ده بياخد مستوى اول على مستوى المحافظه. وفي برنامج كتير بينفذ دلوقتي بحيث يبقى في ربط الكتروني ما بين المركز وما بين المحافظه وبين مجلس الوزراء ويبقى الداتا والمعلومات كلها معروفه، وان المواطن من خلال هذا البرنامج مش لازم يجي الحي عشان يقدم شكوى او حتى ممكن يدفع يبعتها من خلال الموقع او ممكن يدفع فلوس بالاي تي ام رسوم الرخصه المش عارف الحاجات دي كلها بتتعمل دلوقتي في نظام. المركز ده الغرض منه ايه؟ انه بتفصل المواطن عن الالكتروني شويه عشان ما يبقاش في احتكاك في احتكاك ما بين المواطن وما بين الموظف. تمام. كله بيجي من خلال المركز التكنولوجي، المواطن بيجي يقدم الطلب بتاعه بيجي يقول له بعد مده معينه تعالى طلبك خلص، لا ده انت لسه عندك ورق ناقص مش كل ده من خلال المركز. اما بتنزل حملات بتنزل بنفسك، وده انا بشوفه، بتنزل بنفسك عشان حاجه تبقى في ضبط وربط في الحمله نتيجه انك مش مطمن لفريق العمل ولا نتيجه انك انت مكلف بده؟
لا انا عايز اقول لسيادتك الاثنين. انت لازم حاجة تتابع. المتابعه دي اهم شيء. المتابعه اهم يعني اساس النجاح في كل حاجه. لما بيبقى في حمله وجود حضرتك او وجود رئيس الحي وجود المأمور وجود بيدي قوه بتنفذ بقانونها بحذافيرها الحملات اللي من النوع ده بتدي برضو اعاده الانضباط للشارع الى حد ما. ودي بقى في بند الحفاظ على هويه الحي. انه لازم يبقى في ضبط وربط للشارع ويبقى في نظام. ما الناس هتقول لي او هيبعتوا لي رسائل دلوقتي ما هو في بعض التجاوزات حاصله، اذا يبقى في بعض تسيب حاصل من بعض موظفي الحي، بتعمل معاهم ايه؟ ما هو لو في تسيب وحد يعني في كم موظف طبعا تم نقلهم ومش عارف حاجات ما بتحركش بتتحرك على طول. يا فندم لما يكون في حاجه بننقل يعني دي حاجات ما فيش فيها وان كان اسمح لي. هو ده مش حل، انت بتنقله وتوديله مشكله في حاجه ثانيه. بس انت ممكن ما عندكش قانون او اللوائح اللي يبقى فيه عنف اكتر من كده. بص يا فندم، في حاجه مهمه جدا في شغلتنا دي، انه ما ينفعش رئيس الحي يبقى شغال في سكه والموظفين في سكه تانية. بس ده بيحصل يعني. ده بيحصل على الأرض. انا بحاول ان انا اجيبهم كل فتره ونعمل اجتماع مع مدير الادارات على الاقل ونتكلم مع بعض واديهم رؤيه الشغل ويبقوا عارفين الدنيا ماشيه في اتجاه وايه التوجه العام في الموضوع. لما سياده المحافظ بيعمل معانا اجتماع في المحافظه الموضوع ده هيوصل لهم ازاي؟ تمام. الا اذا قعدت معاهم وكلمت ووضحنا يعني انما العنصر هي الرقابه السابقه يا فندم اهم. يعني انك تمنع تعمل حدوث مشكله يعني تمنعها من بدري من بدايه اهم من الرقابه. انما لو حصلت ما بتحركش دي بقى ما فيش فيها كده، بتتصرف على طول زي ما بقول لسيادتك. في اجهزه كتير بتتابع معانا الموقف. لكن حي مصر جميل، الاحياء الجميله الراقيه طب البيروقراطيه داخل الحي اخبارها ايه؟ اصل انا بعتبرها دي بقى نوع من انواع الفساد القوي يعني، مش شرط ارتشي او شرط اتساهل. في بقى يعني احيانا من اسباب البيروقراطيه القوانين القديمه. بتطلبوا تغييرها؟ بنطلب وبنتكلم وفي حاجات قوانين من سنه 56 مثلا ما اتجددتش، ما اضافلهاش مواد جديده، قوانين عايزه تتعدل، قانون المباني مثلا محتاج اضافات او تعديلات. قانون المحلات مثلا حدث عليه تعديل مؤخرا وطلبنا تعديله، اللي هو كانت عقوبه سيادتك فض الاختام كانت بالظبط 50 جنيه بقى 50 جنيه يعني ثمن يعني كوبايه شاي يعني. واخد بال حضرتك؟ العقوبه تم تغليظها في امتى؟ في شهر 9 2016. ده لسه القانون بقت كام؟ بقت 6 شهور حبس دخلنا ومن 5 ل 10,000 جنيه او ايهما يعني. يا العقوبه دي يا دي او ممكن يحكم بالاثنين بالاثنين حسب المخالفه. بس طبعا الحكم ده بيبقى امتى بقى؟ مش بمجرد ما يفض الختم خلاص اتحبس. هي دي المشكله بقى. انه طبعا بيروح الموضوع للنيابه والمحكمه ويصدر حكم ويتم تنفيذه. لكن طبعا هيفاجئ انه اللي معمول له فض اختام ده عليه حكم وهيبقى مطالب في يوم من الايام انه عليه قضيه. شايف حضرتك بعد الحملات الكبيره اللي هنتكلم عليها دلوقتي اللي بتعملها، شايف ان ده حكم رادع ولا بتطالب برضو مجلس النواب بتشريع اقوى شويه من كده؟ لا هو طبعا محتاجه اضافات وتعديلات والقوانين دي كلها عايزه تنقح يعني يتم تحديثها. بتطالبوا بيها حضرتك او من خلال سياده المحافظ وبيبعتها لمجلس النواب وبعتها على مجلس الوزراء الاول؟ اتكلمنا يا فندم اننا نعدل القوانين دي كلها. القوانين التشريعات اللي موجوده كلها تشريعات وقوانين قديمه. وكل ده مطلوب تعديله وتغييره وتفعيله يعني يتناسب مع العصر والوقت اللي احنا عايشينه. لسه مكملين مع استاذ ابراهيم صابر رئيس حي مصر الجديده، وهنرجع كانوا عنف شديد قوي في تكسير الكافيهات ودخلوا مهرجوش. هو ده تطبيق القانون وهو ده القانون اللي عنده ولا هو فعلا عشان الموضوع ما يرجعش تاني؟ ده اللي هنعرفه منه بعد نرجع من الفاصل. عايزين تتواصلوا معايا من خلال ارقام رسائلنا على 199 او من خلال تليفوناتنا على 2 18 10 8 66 او من خلال صفحتنا على الفيسبوك / الراديو 90 90.